اشتركت مع سيدات أردنيات وسوريات طلعت معنا فكرة إنه الحلويات بلش فيها كمطبخ إنتاجي والحمد لله رب العالمين أمورنا ماشية. أنا اسمي نوال فهد لاجئة سورية. من أول ما إجيت على الأردن وأنا عم ببحث عن فرصة عمل طلعت عندنا الفكرة إنه لازم نعمل شركة. هلا إحنا بنستنى إجراءات الترخيص لحتى تخلص وتكمل مشان يكون شغلنا كله نظامي. كل شيء قانوني ببلش صح والأمور تكون قانونية أنا بتوقع إحنا بنمشي بالسليم هيك. حلو بالموضوع إنه الخبرات راح تلم بمكان واحد راح نجمع الخبرة بمكان واحد. أنا بكتسب من الأردنية طريقتها بالطبخ وهي بتأخذ مني الطريقة السورية وهكذا صار في تبادل مهارات. هون يعني صار في المنتج تبعنا أردني سوري كوكتيل صار للسيدات وعائلتهم في مردود كبير راح يصير عليهم إن شاء الله. إن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين المواطن واللاجئ يساهم في تعزيز الفرص واكتساب الخبرة في مجالات عدة. للمزيد من المعلومات والمساعدة يمكن الاتصال بوزارة العمل أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.